السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه على مشكلة منتشرة جدا عند توصيل أي فلاشة أو كارت ميموري أو هارد يو اس بي على جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب، وهي إن عدم ظهور الفلاشة أو الهارد اليو اس بي على نسخة الويندوز، بمعنى إن أنا أركب الفلاشة زي الحالة اللي معانا هنا وأدخل على زيز بي سي ألاحظ إن الفلاشة مش ظاهرة معايا بالشكل ده. في أكتر من طريقة لحل المشكلة، هنجرب طريقة جديدة مع بعض لحل المشكلة عن طريق السي ام دي، عن طريق لو أنت مثلا ويندوز 7 أو أي ويندوز بتضغط على علامة الويندوز وحرف الآر وبتكتب سي ام دي، بتضغط على انتر تمام، أو بطريقة تانية لو أنت ويندوز 10 كليك يمين على قائمة ستارت وبتختار من هنا ويندوز باور شيل أدمن، بيبدأ يفتح معاك قائمة الباور شيل. بنبدأ نكتب مع بعض أول أمر اللي هو الديسك بارت DISK BART تمام، لاستكشاف الديسكات اللي موجودة في الجهاز سواء أي هارد ديسك متصل أو أي فلاشة. بكتب أمر ليست ديسك LIST مسافة DISK وأضغط على إنتر. طبعا هنا جايب لي الديسك 0 اللي هو الهارد المتصل بيه الجهاز الهارد الاساسي، وهنا الديسك 1 دي الفلاشه اللي متصله بيه الجهاز بس مش ظاهره زي ما احنا قلنا في الاول. طيب هبدا اختار من هنا سيلكت ديسك 1 SE LE CT مسافه DISK مسافه 1 او على حسب الرقم اللي هيظهر معاك، وبعد كده اضغط على انتر. كده اخترت الديسك 1 تمام. ممكن ادي رمز للديسك ده عن طريق انا بكتب امر assign ASSIGN واضغط على انتر. في حاله لو جاب لي there is no volume زي ما احنا شايفين كده وما اداش رمز للديسك ده، هنعمل حاجه تانية اللي هي ان انا اختار الفوليوم الخاص بالديسك 1. يبقى انا كده واقف على الديسك 1، كل اللي انا هعمله هعمل امر list volume LIST مسافة VOLUME تمام، بعد كده اضغط على انتر. هيجيب لي الفوليوم اللي موجودة في الجهاز اللي هي البارتيشنات اللي موجودة في الجهاز. طبعا هنا زي ما احنا شايفين كده الفلاشة متقسمة بفات 32 والحجم بتاعها زي ما احنا شايفين كده واخدة الفوليوم رقم 6 بالشكل ده. كل اللي انا هعمله هختار الفوليوم رقم 6 SE LE CT مسافة VOLUME مسافة 6 واضغط على انتر. كده اختار معايا الفوليوم رقم 6، هبدأ أدي رمز للفوليوم ASSIGN واضغط على انتر. كده اديت رمز للفوليوم رقم 6 زي ما احنا شايفين كده، وبكده الفلاشة خدت معايا رمز والمفروض انها تظهر على الجهاز. هبدأ ان انا اقفل قائمة الباور شيل بالشكل ده وادخل على زيز بي سي. هنلاحظ هنا ان الفلاشة ظهرت معايا وخدت ده رمز طبعا اوتوماتيك، رمز الايه؟ رمز الاتش، ودي المحتويات الخاصة بيه الفلاشة. دي اول طريقة معايا في حالة لو اي كارت ميموري او فلاشة مش ظاهر او هارد يو اس بي مش ظاهر على الجهاز. الطريقة التانية في حالة لو فشلت الطريقة دي او لو فشلت الطريقة التانية، يعني انت كده عندك طريقتين، اختار الطريقة اللي تشتغل معاك وجربها على اي فلاشة او هارد يو اس بي. هنبدأ نركب فلاشة تانية ونشوف برضو ايه ازاي نظهرها مع بعض. الطريقة التانية اللي معايا لاظهار اي فلاشة او هارد يو اس بي، في طبعا فلاشه متصله بالجهاز بحجم 64 جيجا من نوع سان ديسك ومش ظاهره زي ما احنا شايفين قدامنا. هنبدا ندخل على زيز بي سي كليك يمين او ماي كمبيوتر، اضغط على كليك يمين واختار من هنا مانج، وبعد كده بختار ديسك مانجمنت، وبعد كده بقف على الفلاشه كليك يمين واختار من هنا تشينج درايف ليتر، وبعد كده بختار من هنا اد، وبعد كده بختار الرمز واضغط على اوكي. هيبدأ يدي رمز للفلاشة، الكلام ده في حالة لو الطريقة بتاعت CMD أو الباور شيل ما نفعتش. زي ما احنا شايفين كده خد رمز معايا الفلاشة اللي معايا خدت رمز، بعد كده بقى ببدأ أقفل القائمة دي وأدخل على زيز بي سي، هلاحظ هنا إن الفلاشة ظهرت معايا بالشكل ده برمز الإيه؟ برمز الإتش. طبعا الطريقة دي ساعات ما بتشتغلش مع أي حد، فطبعا أنت بقى إيه عندك الطريقة الأولانية الخاصة بالـ CMD أو الباور شيل.
في نهاية الفيديو. أتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك والاشتراك في القناة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.